مساء الخير مشاهدينا ومتابعينا في عدد جديد من برنامجكم الخاص بالتوعية الصحية وقاية وعلاج. طيلة هذه الأسابيع مشاهدينا عودناكم على أنه كيكون معنا أكثر من ضيف من المغرب ومن دول أخرى كذلك بحال أوروبا أو لأمريكا مثلا، لكن استثناء في هذا العدد غادي نكتفيو بضيف واحد. علاش؟ لأنه محتاجين كاملين نعرفوا أشنو واقع في المدينة اللي ضيفنا اليوم منها. غادي محتاجين ايضا نعرفوا مجموعه ديال المعلومات حول بعض الاخبار، يعني نتاكدوا من الصحه ديالها اولا، هي كتبقى مجرد شائعات اللي خرجت بمجرد ما تم الاعلان عن ارتفاع الحصيله بالنسبه للمصابين بكوفيد 19 او بفيروس كورونا في هذه المدينه. اكيد الكثير منكم عرفني علاش كنتكلم على مدينه طنجه، وسعداء جدا خلال هذه الحلقه باش يكون حاضر معنا الدكتور محي الدين زاروف اللي هو طبيب انعاش وتخدير وايضا منسق خلية كوفيد 19 بمدينة طنجة. مساء الخير دكتور زاروف، مرحبا بك معنا. مساء الخير أستاذ عفاف، ومرحبا مستمعي ودابا مشاهدي ميد راديو. شكرا جزيلا لك دكتور زاروف، انا كنشكرك بزاف لانه عارفه الوضع، عارفه ربما الاجتماعات اللي ممكن انك توصل بالمواعيد ديالها الاخر، يعني في اخر لحظه، لكن رغم ذلك انت معنا في هذا المساء، فشكرا جزيلا لك. أول حاجة دكتور محي الدين زاروف، وكيف ما عودنا المشاهدين والمتابعين دائما الضيوف اللي تيكونوا معايا تناخذوا الرأي ديالهم يعني كتقييم عام بالنسبة للوضع. أول حاجة غنسولك عليها مدينة طنجة خاصة وبلادنا عامة. مرحبا مرحبا بجميع الأسئلة ديالكم. واش بغيتي نتكلم على طنجة؟ نتكلموا على طنجة في البداية، نعم، خصوصا من بعد ما كان تم الإعلان على ارتفاع الحالات ديال المصابين بكوفيد 19، الوضع حاليا بمدينة طنجة دكتور زاروف كيف عامل؟ باش نكون صارح مع المواطنين المغاربة بصفة عامة، الوضع في طنجة شيئا ما مقلق، لأن هناك ارتفاع مستمر في الحالات، والتي يقلق أكثر هو ارتفاع ديال الحالات الحرجة والحالات الصعبة. للاسف تنشاهد هناك ما كاينش واحد الحالات، واحد الاستقرار، تنشوفوا يوم عن يوم تزايد ديال الحالات في المدينه ديال طنجه، وهذا اللي خلق شويه ديال حاليا واحد التخوف لدى لا الاطقم الطبيه لا المواطنين. نعم، طيب بالنسبه لبلادنا دكتور زاروف كيف كتشوف الوضع عموما؟ الوضع الان مجملا في المغرب راه مستقر مقارنه مع الدول في العالم كامل، الحمد لله دابا الامور هذاك، ولكن هذا الشيء التجربه اللي دابا عشناها في طنجه تتحضرنا بان هذا الموضوع هذاك ما يمكنناش نستهنوا بهذا الشيء اللي جاي مستقبلا، وبان راه هذه غير يقدر لا قدر تكون غير ذاك الهدوء الذي يسبق العاصفه، لهذا خصنا نكونوا محتاطين واحد الاحتياط كبير، لان نقدروا في اي لحظه يكون هذا واحد الارتفاع صاروخي ديال الاعداد ديال المرضى وديال الحالات الصعبه. هذا هو اللي بغيت نقول، هو بان راه عالميا، راه ماشي غير هذاك، بان راه هناك تخوف من واحد الموجه ثانيه. انا تنقول بان حتى المغرب مازال ما درناش موجه اولى. علاش؟ لان مقارنه مع الدول العالميه كان هما كانوا تفاجؤوا بهذا الفيروس، يعني ما كانش عندهم الوقت بانهم يحدوا من دخول لهذه البلدان الفيروس. المغرب خد هذه الاجراءات اللي كانت ضروريه في الاول، سد الحدود، ما خلاش الحالات الوافده تكاثر داخل المغرب، هذا الشيء علاش قدر يتحكم في الوضع الوبائي في المغرب مقارنه مع دول اخرى اللي كان انتشر بواحد السرعه كبيره الوباء. نعم، ربما هنا غادي يدفعنا السؤال او نمشيو للسؤال دكتور محي الدين زاروف، اشنو الفرق ما بين حالات عاديه اللي هي مصابه بفيروس كورونا او لا بالكوفيد 19 وما بين حالات حرجه؟ شنو الفرق باش نقربوا اكثر المشاهدين والمتابعين من هذه النقطه هذه؟ الحاجه اللي غادي نقول هو بانه هذا الفيروس كون كان فيروس عادي ما كانش غياخذ هذا الهاله عبر العالم، يعني ما خصناش نستهنوا به، لان هذا فيروس اللي يقدر يكون مثلا 80% ديال المرضى حاملين الفيروس بلا ما يكون هناك اعراض، وهنا فين تكون الخطوره ديالو، لانه هاد الناس اللي تيكونوا حاملين الفيروس يقدروا يقوموا بالنشر ديالو عبر المواطنين بلا ما يكونوا هما عندهم اعراض. وهناك وكاين النوع الثاني، هما داك الناس ديال واحد 20% ديال الناس اللي هما اللي تيبان اللي تيكون فيهم واحد النسبه كبيره عندهم اعراض خفيفه، اعراض خفيفه كالسعال كالحمى كمثلا مثلا الاحساس بان واحد العياء، بان يكون واحد الاعراض اللي يمكن تعالجوا بادويه بسيطه. ولكن فين تتكون الخطوره؟ هو فاش
تيكون هذاك عند الناس اللي تيكون مثلا المناعه عندهم ناقصه ولا تيكون عندهم امراض مزمنه، هنا يقدر الفيروس يحدث مشكل كبير على مستوى الرئتين. فاش يحدث هذا المشكل على مستوى الرئتين اللي هي هو العضو في الجسم اللي تقدر يوصل الاكسجين لجميع اعضاء الجسم، والرئه عبر الرئه فين تيكون تبادل ديال الاكسجين وثاني اكسيد الكربون. فاش يكون هذه الرئه مريضه ما تيبقاش الاكسجين تيمر عبر الرئتين للدم ومن بعد تنتقل لكامل الاعضاء، وهنا فين تيوليو جميع الاعضاء تتولي فيها السوفخ، دونك تدخل واحد لا سوفرون جينيرال من ناحيه ديال الكبد، من ناحيه ديال الكليين، كل شيء. وهادو هما اللي تاديو من بعد الحالات الحرجه ومن بعد الحالات الوفاه لا قدر الله. نعم، تطرح فعلا تخوف بعد ما تم الإعلان على حالة ديال الشاب اللي في العمر ديالو 25 سنة، الأمر اللي كان ربما يعني في إحدى القنوات المغربية ربما أثناء إنجاز ربورتاج إخباري، يعني كانت الوفاة ديال الشاب يعني وكان تصوير لحظات هو تيصارع، يعني في اللحظات الأخيرة ديالو وهو تيصارع الإصابة ديالو بعدوى كوفيد 19. اليوم دكتور زاروف، واش ما بقيناش كنتكلموا على فيروس كورونا ولا كوفيد 19 فقط الصفوف مرضى الأمراض المزمنة الناس المسنين، واش اليوم ممكن على أنه نشوفوا جميع الفئات العمرية كتوصل المرحلة الحرجة اللي انت وضحتيها وتكلمتي عليها؟ لا، هو أكيد هو من عبر العالم، راه ماشي غير في المغرب، الفيروس يقدر يقل جميع لي ترونش داج. الحمد لله الأطفال محميين أكثر، ولكن بالنسبة للشباب والفئات الاكثر راه هما معرضين، غير هو النسبه ديال الناس اللي توصلوا للحالات الحرجه تيكون اكثر عند الناس اللي عندهم في سن متقدم ولا تيكون عندهم امراض مزمنه. ولكن هادشي ما تيمعناش بان حتى الشباب يمكن له يتقاس بهذا الفيروس، وهذا الفيروس ما ماشي دابا عاد لاقي الشباب، راه كانوا حالات قبل ديال الشباب اللي تا هما تتقاسوا بالفيروس وكانوا كانت الوفيات، غير هما النسبه تتكون اكثر، ولكن هذا ما تيمعناش بان حتى الشباب يمكن لهم يتقاسوا بهذا الفيروس ويكون وصلوا لحالات حرجه ولا قدر الله حتى هو الوفاه. نعم، كاين نقطة أخرى أيضا، بمجرد ما تم الإعلان على ارتفاع عدد الحالات المصابة بكوفيد 19 في مدينة طنجة، وبداو مجموعة ديال الأخبار كتروج، مجموعة ديال الأقاويل، منها مثلا أسئلة اللي كيسولوا الناس واش فيروس كورونا دار طفرة في مدينة طنجة، واش بدل راسو، داكشي علاش بدا تيعطي هاد الأعراض، وهادشي علاش شفنا هاد النسب ديال الحالات اللي هي حرجة. فاليوم علميا دكتور محمد الدين زاروف، واش الكوفيد 19 او الفيروس كورونا كيف ما كيتكلموا عليه الاخصائيين، كيف ما كيتكلموا عليه الاطباء، كيف ما كيشيروا كيتكلموا عليه المختبرات، هو اللي كاين في مدينه طنجه ماشي شي فيروس اخر؟ لان الابعاد من هذا كاين، مثلا شفنا مجموعه ديال الفيديوهات اللي عملوها البعض كيتكلموا على فيروس جديد من غير فيروس كورونا اللي جا لمدينه طنجه، شنو حقيقه هذا الامر؟ حتى حاجه لهاد الساعه اللي تنتكلم معاك ما تبتش بان هذا الفيروس اللي كاين في طنجة بان وقع فيه شي طفره جينيه. دابا حتى الان جميع الفيروس التحاليل تثبت بانه نفس الفيروس اللي كاين عبر الوطن، ولكن ما تيمعناش بانه يقدر يكون من بعد التطور ديالو وقع طفره جينيه. ولكن هذا الشيء ما يمكنش حاليا نربطوه مع هذا الارتفاع ديال الحالات ديال الحرجه والوفيات في طنجة عنده علاقه بطفره جينيه ديال الفيروس. غنرجع للكلام اللي كان قال السيد الوزير، تقارن مدينه طنجه مع مدن اخرى في المغرب، وراه كان عنده الصح فاش قال هذه القضيه بان طنجه عرفت متاخرا هذا الوباء مقارنه مع مدن اخرى. غادي نشرح من ناحيه ديال كيفاش تطور في المغرب. لا ذكرنا بان في الاول ديال في مارس فاش بداو الحالات الاولى في المغرب، هذه الحالات وافده من الخارج، والمدن اللي تيكون منها، لان طنجه كانت سدت الحدود البحريه، يعني حتى الناس اللي غيدخلوا من الخارج ما دخلوش لطنجه. وقع واحد الحالات اللي دخلوا اغلبيه دخلوا عبر الطائرات ودخلوا المدن كمراكش كدار البيضاء فاس، وهنا فين بدا الفيروس تيتكاثر. فهاد المدن كانوا عرفوا في الاول واحد انتشار الوباء اكثر من مدينه طنجه، ونظرا للاجراءات اللي اتخذت هو الحجر الصحي كانت الحالات في طنجه قليله بزاف. هذوك الحالات ديال المخالطين في مراكش هما اللي كانوا كثروا، ومن بعد كانوا عندهم حالات حرجه، ومن بعد تمت عبر بفضل الوعي ديال المواطن ومن بعد وديال المجتمع المدني، وهذا كان واحد ضبط الامور وخلاو ذاك الفيروس ينقص في ذاك المدن ينقص. من بعد وقعت الضروره الاجتماعيه والاقتصاديه، طنجه كان لابد بانها تفتح المصانع خاصه في المنطقه الحره وهذاك. دونك شنو وقع؟
كان 16 بداو تعرفوا الحالات بدات ترتفع شيئا ما شيئا ما، نظرا لهذا الشيء ديال المصانع والزينات اللي كانوا في طنجة اللي فتحوا، وهذاك بداو يرتفعوا الحالات، بداو يرتفعوا. وفاش وقع الرفع ديال الحجر الصحي كنا عندنا حالات اكثر من المدن الاخرى كان اللي تسجل الايجابيات، وهذا الشيء اللي خلى نقدروا نراقبوا غير بان مدينه طنجه كانت محتله مرتبه الرابعه من بعد الدار البيضاء، مراكش، فاس، الجهات، تنتكلم عن الجهات، وعاد جايه جهه طنجه. الان راه حنايا في المرتبه الثانيه من حالات الاعمال الايجابيه. شنو ما تعني بان الحالات ديال في طنجه ارتفعت، الحالات الايجابيه ارتفعت، ودابا حنا راه قربنا للجهه ديال الدار البيضاء ونقدر نفوتوها. إن فوا تترتفع الحالات الإيجابية أوتوماتيكيا تترتفع مع الحالات الحرجة والحالات الصعبة. هادشي علاش طنجة دابا جا داكشي متأخر، وخاصة مع الرفع التدريجي ديال الحجر الصحي كان هناك، والناس حتى داك في لانكونسيون ديال الناس بأن راه الحمد لله الفيروس ما قتلش الناس بزاف، المغرب كان 200 حالة، وبأن الفيروس راه ما أثرش في المغرب، خلى الناس التراخي. وبداو كاينين الناس اللي كاع بداو تيقول لك ما كاينش الكورونا، تنسمعوا لنا ما كاين كورونا ما كاين والو، الحمد لله الامور استقرت. هنا الخطا اللي وقع، نعم، كان واحد التراخي لا من المواطن، لان احنا شفنا الناس تيتزولوا في الشوارع بدون اقنعه، بداو الناس الزيارات العائليه، بداو الناس كانوا تيخافوا، راك عارفين حنا عندنا واحد الترابط اجتماعي وتنخافوا على الناس الكبار وتنحميوهم. مع الوقت في الاول كانوا محميين، من بعد فاش ولاو الناس تيتحركوا عند بعضياتهم، هنا فين وقع واحد الكونتاميناسيون، ولاو الناس تيتقاسوا بزاف والعدوى وترتفع الحالات. وهذا الشيء اللي ادى مؤخرا في طنجة لارتفاع صاروخي، وهذا الشيء اللي تنحذر به منه المدن الاخرى. ما خصش يقولوا بان راه غير طنجة اللي فيها هذا الشيء، راه هذا الشيء لا قدر الله راه يقدر في المستقبل القريب، ما احترمناش الاحترازات الوقائيه، راه يقدروا جميع المدن يوصلوا لهذه الحاله اللي حنايا في طنجة، وتنطلبوا الله السلامه ويحد الباس يا رب. أمين فعلا. وحنا إن شاء الله مقبلين على عيد الأضحى المبارك، تنعرفوا بزاف ديال الأمور، وربما كاين تخوف حتى من الجهات المعنية أو لا من الجهات الوصية. المسألة اللي ذكرتيها دكتور زاروف ديال الزيارات العائلية خلال عيد الأضحى المبارك، عطلة صيفية أيضا، لأنه شهر 8 ما قالوا حتى حاجة، ولا شهر غشت، الناس يقول لك الوليدات هكا كانوا محبوسين، ربما ناس في الديور ديالهم أو لا، بزاف ديال الناس اللي عاملين في البرنامج ديالهم بالنسبة للعطلة الصيفية أنهم غادين يتوجهوا للشمال، أنهم غادين يمشوا للمدن ديال الشمال. أول حاجة غادي نمشوا نقطة بنقطة بالنسبة لعيد الأضحى المبارك، شنو النصيحة اللي توجهها اليوم لكل الناس اللي تيشاهدوا اللقاء ديالنا دكتور زاروف؟ غير باش نبسط الأمور، من أكبر الأسباب ديال انتشار الفيروس هو الحركية ديال السكان ديال الساكنة. الحركة كلما تحركت كلما تيكون الخطوره ديال انتشار الوباء كبير، وهذا الشيء لاحظناه، لان انتم تشوفوا الدول الاكثر اللي كان فيها الفيروس قاسي هو الدول الاوروبيه، فرنسا، اسبانيا، ايطاليا، امريكا، روسيا، البرازيل، هذو دول معروفه بالسياحه وبالحركيه ديال الناس على برا، هذا الشيء علاش هما تقاسوا بزاف. هنا في المغرب دابا الا كانت واحد، وتنشوفوا حتى المدن الكبار هنا في المغرب اللي هما تقاسوا بزاف، علاش؟ لان كاين الحركات كان اكثر من المدن الصغرى والقرى اللي ما تيكونش فيها الفيروس منتشر. هذا الشيء تيشرح لنا بصفه قطعيه بان كلما كانت ليميتاسيون نقصنا من الحركه ديال الناس كلما غنقصوا من انتشار ديال الوباء. وهذا دابا في هذا العيد الاضحى المبارك هذاك تعرفوا بان حنايا عندنا ديك زياره عليا داخله في التقاليد ديالنا، وبالنسبه للناس بانهم تيبغيو هذه المناسبه فين تيتلاقاو دابا مع المشاغل والسفر وخاصه مع الحجر الصحي، والناس دابا غير يستغلوها مناسبه باش يقوموا الزياره. وللاسف هذا الشيء قد لا قدر الله يؤدي الى ارتفاع ديال الحالات، والناس ما يقولوش راه ما غيرتفعوش داك الوقيته ديال عيد الاضحى، ما تسناوش من عيد الاضحى، الفيروس تياخذ تقريبا 14 يوم باش يبان، يعني غنقدروا لا قدر الله وكانت واحد الزيارات مكثفه من العائلات، من بعد 14 يوم عاد غيبانوا الحالات، الارتفاع ديال الحالات والحالات الحرجه. هذا الشيء علاش انا تنصح الناس لان نكون صراحه بان غيكون عيد ان شاء الله مقبله، عيد مبارك ان شاء الله، عيد الاضحى السنه المقبله ان شاء الله لو بقينا بالحياه، الناس يحاولوا هذا الوقت يلتزموا بالمنازل ديالهم، ينقصوا من الزيارات، وعلى ما نقدروا نتحكموا مؤقتا في هذا الفيروس. نعم، نفس الشيء بالنسبه للعطله الصيفيه، الناس اللي مبرمجين انهم غاديين يتوجهوا ربما هذه السنه، ما كاينش اوروبا، ما كاينش دول اخرى، يعني الناس اللي موالفين انهم تيخرجوا على برا، الكثير منهم قرر انه الوجهه غتكون هي المدن ديال الشمال، فشنو تقول لهاد الناس يا دكتور زاروف؟
اللي غادي نقول لهم حنايا هذا الحجر الصحي ترفع لان ضروره اجتماعيه واقتصاديه، راه ما ترفعش لان الناس راعيه اربع شهور والناس محبوسين خاصه الاطفال، كان صعيب لان يعني ما كانش اختيار، ما كانش اختيار، لان ما يمكنش اكثر من هذا الشيء، راه ما يمكنش الدوله كانت مجبره لان ما يمكنش تسد على الناس اكثر من هذا الشيء، لان غيوقع ازمات اكثر، وهذا الشيء علاش الدوله ما كانش عندها اختيار فتحات، لان هناك ناس اللي تيتمعشوا من هذا الاقتصاد وخاصه فصل الصيف ما يمكنش تقطع عليهم الرزق ديالهم. دونك يمكننا تنقول بان يمكننا نقوموا بزيارات، راه الشمال راه ماشي بؤره اللي غادي نقولوا بانها راه خصنا نغلقوها 100%، ولكن كاين واحد الاحترازات وقائيه خصنا ناخذوها. لا بداو ما غاديش الناس يمكن لهم يتحركوا، يمكن لهم يقوموا بهذا، يقضوا العطله الصيفيه، ولكن كاين واحد الطريقه اللي تكون طريقه سليمه. يعني انا الا مشيت ما غاديش نمشيو عائله مجموعه ديال افراد ديال العائله الكبيره، نقدروا نمشيو الاب والام والاطفال ديالهم كما هما معزولين في الدار، يمكن لهم يزوروا مثلا منطقه في الشمال ولا منطقه في الجنوب، ولكن يحترموا التباعد الاجتماعي مع الناس الاخرين الغرباء، يكونوا على يحترموا داك النظافه، وبانهم حتى داك الاماكن اللي غادي يتناولوا فيها يشوفوا شنو هما الاماكن اللي تحترموا مسائل الوقايه، يعني التباعد الاجتماعي. ما يمكنليش ندخل شفت مقهى او فندق ما تحترمش ما ندخلوش، نحاول نقلب على فندق اخر. دونك انا تنطلب الناس بانه واخا يكونوا هذه مناسبه باش يفرجوا شويه على نفسهم وعلى وليداتهم، ولكن يكون عندهم بانه راه كاين الفيروس وراه موجود في جميع مناطق المغرب، راه ماشي غير في الشمال. نعم، غادي نستغلوا الفرصه وانت معنا اليوم دكتور محي الدين زاروف، وانت طبيب انعاش وتخدير، وكنذكر انك منسق خليه كوفيد 19 بمدينه طنجه. من ضمن الامور اللي هي شائعه عند الكثير من الناس على انه المصاب بكوفيد 19 الى مش حتوصل الانعاش، ربما هنا الحاله كتكون فعلا كما ذكرتي انها حرجه، وبزاف ديال الناس تيقول لك انهم الى سمعوا المصاب مثلا تيكون شي حد من العائله او لا ديالهم اللي وصل الانعاش، تيقول لك صافي كانهم تيقولوا صافي لا امل راه غادي يتوفى، يعني مدى وصل الانعاش. حقيقه هذه المساله دكتور زرفو حنا تنقولوا دائما الاعمار بيد الله، لكن هذه المساله نوضحوها، يعني المريض بكوفيد 19 الوقت اللي كيوصل الانعاش نبغيو نقربوا الناس حتى من الاجراءات اللي كتاخذوها وكتعملوها انتم كاطباء، شنو الوسائل اللي كتعملوا كتخدموا بها؟ كما شرحت لكم في الاول، هو هذا الفيروس تيقيس الرئتين فاش يكون هاد الرئتين وصلوا لواحد الدرجه ديال النسبه كبيره ديال التدمير ديال الرئتين، تيكون الانسان ما تيقدرش يتنفس، هنا فين تيكون الصعوبه وتنقدروا نوصلوا معاه لقسم الانعاش، يدخل الانعاش. للاسف بزاف الحالات تيتوفوا في الانعاش، ولكن اللي واقع هو بانه الناس ما تردوا البال غير الناس اللي تيتوفوا، فاش يقول لك هذاك كان في الانعاش وتوفى، ما تنتكلموش على الناس اللي الحمد لله تيدخلوا قسم الانعاش وتيخرجوا منه بسلامه، هذاك الشيء، لان هذيك لانه من بعد فاش يكون في قسم الانعاش راه من بعد ما تيخرجش نيشان لدارو، راه من بعد تيمشي لقسم اخر تيكون اقل، هذاك تيكون احسن من الناحيه ديال باش يتعافى شويه عاد تيخرج لدارو، دوك ما تيخرجش ديريكتومون من الانعاش. هذا الشيء علاش حنايا تقريبا الاحصائيات اللي كاينه في طنجه اللي مدنا بها مدير المستشفى، تقريبا الحالات الصعبه ديال الانعاش كاين حال نفرقوا، كاين حالات صعبه وحالات حرجه. الحالات الصعبه تيكون تحتاج الاكسجين، تحتاج بعد المساعده ديال بعض المرات ديال الوسائل التقنيه باش نخرجوا داك المريض، تنحاولوا نخرجوا على ما يتعافى ومن بعد تيخرج بحال. ولكن الحالات الحرجه اللي تتوصل للتنفس الصناعي، يعني تنسميو حنايا تنديروا له داك لاسوند، واحد هي واحد الانبوب تنديروا في التنفس، هنا تتكون اكثر صعوبه في التعامل معها، لان الرئه توصل لواحد الدرجه ديال التدمير اللي تتكون كبيره بزاف. هذا بالنسبه للاسف عالميا يكون تقريبا النسبه ديال الوفيات توصل حتى 80% فاش نوصلوا لهاد الحالات هادو، ولكن كاين واحد الحالات اللي الحمد لله تتعافى، يعني ما كاينش ما نقدروش نقولوا بانه 100% غتكون الوفيات، وهذا الشيء للاسف ما واخا انتم تتشوفوا دول متقدمه متطوره وتوقع فيهم واحد النسبه كبيره ديال الوفيات، وانتم راك سمعتوا بان مشاهير كبيره اللي دخلوا احسن مستشفيات لا في امريكا لا في فرنسا لا مؤخرا في مصر، وهذه وللاسف ما قدروش يتجاوزوا المحنه ديالهم وتوفاو، نطلب الله السلامه للجميع. هذا الشيء اللي وتنأكد
الوقايه خير من العلاج. حنا ما خصناش كاع نوصلوا لهذا الانعاش، ما نحتاجوش هذا القسم الانعاش، الضروره هو الوقايه. فاش غادي نحدوا من عدد الحالات الايجابيه، غنحدوا من عدد الناس اللي غيدخلوا للحالات الصعبه، وبعدها نحدوا من الحالات الحرجه، وبالتالي نحدوا من الوفيات. نعم. وراه نزيد ناكد لك سمح لي قطعتك، هو بانه هناك واحد الطاقم كبير تيشتغل في قسم الانعاش، وهذا الطاقم اللي عليه ضغط كبير، لان حتى هو راه تيعيش بالفؤاد ديالو مع دوك المرضى مساكن، لان راه تيتخيل بان مراهم عائلات، مراهم ابناء، مراهم ناس اللي تيتسناوهم ما شافوهمش، دونك راه حتى هما راه تيتعلموا، راه فاش يتوفى شي حد راه بالنسبه ليه راه واحد، لان بزاف ديال الاطباء والممرضين وحتى الناس الاداريين اللي تماك راه من بعد تيوقع لهم ديبرسيون، يعني واحد تيدخلوا في اكتئاب، تيدخلوا في واحد هذاك، لان واخا تيدير المجهود ديالو كامل وتيتوفى السيد، ديما تيبقى مع راسو تيقول علاش، تيبدا يتساءل علاش هذا السيد توفى مسكين، وهذا الشيء علاش نطلبوا الناس كنا نضافروا، الناس كاملين يضافروا باش ان شاء الله نحاربوا هذا الوباء. نعم. آخر سؤال من ضمن الرسائل اللي كنتوصل بها والأسئلة اللي كتجيني دكتور محي الدين زاروف، وهو الإنسان من بعد ما تخرج من المستشفى كان مصاب بكوفيد 19 يعني تشافى، كاين سؤال اللي تيروج بزاف ديال الناس، المسألة ديال أخذ أدوية، واش كاين شي أدوية اللي تيبقى يستمر عليها، واش كاين مراقبة أو اللي كنسميه بالكونترول، واش تيطلبوا منه الأطباء أنه ترجع مرة أخرى، واش كاين شي تحليلة اللي تيخصو يعاود، لانه كانوا بزاف ديال الناس اللي الحمد لله تشافوا ورجعوا عند العائلات ديالهم، ولكن الا ما كانش المريض تيطرح هذه التساؤلات فربما في البال ديال العائله ديالو تيقول لك واش مازال خاصو المراقبه. هما كاين اللي نقدر نقول لك، هو واحد كاين واحد البروتوكول العلاجي دارته وزاره الصحه، هذا البروتوكول العلاجي تيتطور مع، لان كما كلشي عارف ان هذا فيروس جديد ومازال الابحاث عالميه، راكم شفتوا مرات يقول الكلوروكين راه نافع، المرات يقولوا غير مجدي على حسب الابحاث العالميه، ولكن هنا في المغرب الحمد لله كل شيء تاكد بان الكلوروكين، دواء الكلوروكين عطى واحد المفعول ديالو وبانه نقذ الحياه ديال المجموعه ديال الناس الحمد لله. وهذا الشيء علاش دونك الوزاره دارت بروتوكول بتشاور مع واحد ان كوميتي سيانتيفيك ناسيونال اللي تيعطيو هذاك، وهذا البروتوكول تيتطور مع الحاله الوبائيه. دونك الحاله الان بانه الناس ياخذوا الادويه المهمه اللي كاين دابا هو الكلوروكين من اهم الادويه، هذا تيتخذ داك المده ديال 10 ايام اللي الواحد تيكون في المستشفى، من بعد ملي تيخرج هذاك تيبقاو بعض المرات بعض الاعراض الجانبيه ديال المرض، يقدر واحد يقدر يبقى شويه ديال العيا، يقدر يبقى مثلا الانسان يبقى عنده واحد الم في الراس، يبقى هذا الشيء يمكن له يتصل بطبيب العائله، يمكن له يتصل بهذاك، يعطي غير ان تريتمون سيمبتوماتيك ديال الاعراض ماشي ديال هذاك، لانه فاش يخرج الواحد من المستشفى راه تقريبا بانه متشافي من الفيروس 100%، لان داز من داك المرحله الخطر الحمد لله. كاع الناس اللي خرجوا تقريبا حتى واحد ما رجع للمستشفى في حاله حرجه الحمد لله، دونك يبقاو ياخذوا غير الادواء ديالك ولكن باستشاره مع طبيب العائله. انا غنشكرك بزاف دكتور محي الدين زاروف، طبيب انعاش وتخدير ومنسق خليه كوفيد 19 بمدينه طنجه، شكرا جزيلا لك مره اخرى، وعشرك مبروكه من الان، وكنتمنوا ان شاء الله تكون دائما بألف خير. شكرا جزيلا. علينا وعليك استاذه. انا غير ميساج اخر الا سمحتي. نعم. هو غنتوجه للمجتمع المدني بانه يعاوننا بانه يحسس كما كان النهار الاول، يزيد يحسس الناس عبر التراب الوطني بهذا الفيروس، ونتعاونوا ان شاء الله مجموعين، وان شاء الله نطلب الناس يزيدوا في الاحترازات الوقائيه باش ان شاء الله نتغلبوا في اقرب وقت ان شاء الله. شكرا جزيلا، وعواش مبروكه، وتنحيي ميد راديو على هذا البرنامج اللي تم خلاله ان شاء الله نوعيوا جميع المغاربه ان شاء الله. شكرا جزيلا. وهذا واجب، اكيد هذا واجب، ودورنا كاعلاميين وكيف ما قلتي فعلا هنا كيجي الدور ديال الجمعيات كذلك، المجتمع المدني ككل، كل شيء متجند، لانه مازال محتاجين للتوعيه، لانه مازال ما تخطيناش فيروس كورونا، راه مازال عايش معنا، مازال كاين المساله ديال الوقايه، كنتمنوها ان شاء الله تكون بجديه اكبر خلال هذه الايام ديال عيد الاضحى، وحنا ايضا مقبلين ان شاء الله بالنسبه لشهر غشت على العطله الصيفيه، هكذا ان شاء الله نكونوا على الاقل تقليص ديال العدد ديال الاصابات وديال العدوى ما تكونش هذا ما كنتمناو. شكرا لك مره اخرى دكتور محي الدين زاروف، شكرا لكم مشاهدينا ومتابعينا على حسن المتابعه لبرنامج وقايه وعلاج، نلتقي الاسبوع المقبل وعدد جديد، الى اللقاء.